يكون الموكب اللي تعرض فيه سمو الأمير أسأل الله يرحمه ويسكنه الجنة أمير القلوب جابر الأحمد تعرض. في شهداء معه استشهدوا، وفي ناس إصابوا معه تعرضوا لإعاقة، وهم متواجدين الحين في منطقة الصليبية. والله العظيم لو تشوفون حالتهم إنها تهول العقل. يعني أحمد مطر نهار الشمري أحد اللي كانوا من ضمن الموكب مع سمو الأمير، ليش نسيتوهم؟ لا الحين موجودين في حالتهم كئيبة. والله تشوفون المكان اللي جينا فيه، أنا راح أعرضكم الحالة اللي هم كانوا شهداء من ضمن الموكب، اثنين شهداء وبعضهم بعضهم تجنسوا ثم تجنس منهم في 2005 اثنين منهم. زين هذول ليش ما تجنسوا؟ ليش ما تكلمتوا عنهم؟ ليش ما قلتوا لهم تعالوا شوفوا حالتكم شنو اللي صاير فيكم؟ نسيتوهم؟ كاهم هذا بيتهم اللي احنا وصلناه في منطقة الصليبية، بوريكم اياهم الحين، كاهم من ضمن الموكب سمو الأمير، هذا بيتهم، شوفوا الحالة اللي هم فيها، هذه المنطقة اللي هم ساكن فيها، وهذا بيت أحمد مطر الشمري اللي كان من ضمن الموكب أمير الغروب جابر الأحمد أسأل الله يرحمه ويسكن الجنة. خلنا احنا منتجين حق بيتهم، خلنا نطق الباب الحين. هذا الله يحييكم، يا هلا، الساعة مباركة، يا هلا أبو فيصل، يا هلا أبو عبد الوهاب، يا هلا أبو عبد الوهاب فيصل، السلام عليكم. احنا والله جينا فجأة لكم، بس انا ما توقعت الوقت اللي احنا جايين. ابو فيصل هذا اللي يسكن المسكن اللي انتم فيه الحين في الصليبيه، هذا منزل احمد مطر الشمري. احمد مطر الشمري تعرض مع سمو الامير في موكبه ولا زال بدون، لا يحمل الجنسيه. والله انا اقول اتمنى ان شاء الله، انا اعتبرهم هذول من ضمن البدون الكويتيين او الكويتيين بدون. نعم ابو فيصل خلنا تعرف على اسمك. اخوكم محمد ابن احمد الشمري. نعم والله فيك. وذولي كانت تمر ذولي عيالي بعد. عسل الله يحفظهم. ايوه هذا ولد عبد الوهاب. هذا احمد. وهذا فيصل ولدي. وهذا عبد الوهاب ولدي وهذا بنتي. عسل الله يحفظهم. ابو فيصل خلنا تعرف على اسمك. عبد الوهاب احمد مطر الشمري. نعم فيك. الله محارب. خلونا نتكلم عن السكن اللي انتم فيه. يعني بعض الشهداء أهاليهم اللي استشهدوا مع موكب سمو الأمير عطوهم جنسية، وبعض الإصابة منهم مع سمو الأمير موكب اللي يعني إعاقة عطوهم جنسية، أعتقد عددهم اثنين بعد. زين ليش ما حصلتوا على الجنسية؟ شنو السبب؟ هل وعدكم أحد إنه قال أنتم لكم الجنسية؟ الحين صارنا تقريبا من الموكب يمكن من 85 لقاية 2011 وأنتوا للحين بدون جنسية. نعم شوف بالنسبة للوضع هذا، يعني أنا أقول لك شغلة، اول شيء احنا وعدنا شو اسمه وزير الدفاع جابر مبارك قال خلاص اعتبرهم انهم عيالنا. هذا منو اللي قالها؟ قالها الشيخ جابر مبارك بناء على منو؟ على الشيخ اوراد توسطت لنا جزاها الله خير، بيض الله وجهها ما قصرت والله معانا. فشنو صار؟ قال اعتبروهم اخذوا الجنسيه. من هذاك اليوم 2005 تجنسوا اثنين بس. 2005 تجنسوا اثنين، واللي تجنسوا اثنين اللي هم الشهداء اللي توفوا بموكب الامير. ومن 2005 لليوم هذا ما شفنا شيء. يجي تجنيس وينزل تجنيس وينزل تجنيس، ودفعة تجي ودفعة تروح، ماكو شيء. هذا هو مكانك اوقف بس، مكانك راوي. ابو فيصل والله كلام اخوي ابو احمد مثل ما قال كفى وفى، لكن بنقول يعني إذا ما تجنس موكب صاحب السمو اللي هم الشباب ذول، إذا ما تجنس من اللي يتجنس؟ اللي هو والدك. والدي غير اللي والد. إذا هم ما تجنسوا طيب من اللي يتجنس؟ جابون من اللي يتجنس؟ يعني إذا موكب أمير، يعني حنا نبي نقول أعمال جليلة، أعمال جليلة، زين أعمال جليلة، إذا غير سمو الأمير عسى الله يرحمه شنو فيه؟ أكثر ما عاقبتهم بذا روحه لسمو الأمير عسى الله يرحمه جابر الأحمد، عسى الله يرحمه برحمته. ما في غير. تفاعلين ابو فيصل؟ والله دام انه عند الصباح ليش ما تفاعل؟ كلهم خير وبركه وانت
نتأمل منهم الخير والبركة، خاصة أبو ناصر بعد. شنو سويتم يعني الأمور اللي سويتوها بعد الغزو، يعني الأيام يعني راكضتوا على الجنسية، دورتم، دخلتوا ناس واسطات، ما دششتوا واسطات؟ والله ما دخلنا حد، ما دخلنا حد. أي والله ما دخلنا حد، لأن احنا عندنا آل الصباح نتأمل منهم الخير والبركة، لأنها احنا نولدنا بهالديرة وما لنا إلا هالديرة هذه، ما لنا إلا الديرة هذه، ما لنا ديرة غيرها. أي والله. والدك بعد فدى بروحه بموكب، بعد دامنا فدى بروح الموكب الأمير هذا كافي، يعني دامنا فدى. شنو الدليل؟ الدليل إنه يحب الديرة هذه وعطى روحه للشيخ جابر عسى الله يرحمه. إن شاء الله راح يكون والدك معانا بإذننا في برنامج مع الناس يوم الأحد بكرة، بدون لا يدري، ترى يمكن اتصلنا فيه، ما وصلنا حتى بيتكم في منطقة صليبية بدون لا يعرف والدك. أتمنى أن تبلغ والدك بأن احنا جينا كاميرا تسكوب في مكان منزله. شرايك؟ إن شاء الله، إن شاء الله، وجزاكم الله خير وما قصرت ورايتكم بيضة، عساكم ذخر. أبوي أنا من موكب أمير إلى سايق باص، يرضيكم؟ يرضيكم موكب أمير إلى سايق باص؟ وين صارت هذا؟ موكب أمير سايق باص تاريته عشان يعيشنا ويصرف علينا؟ وين صار؟ أتحدى واحد يقول لي وين صار هذا؟ شلون تصير؟ شلون تصير موكب أمير سايق باص ويعيش عياله يكد على باص؟ ما تصير والله العظيم، ما تصير، ما يرضاه لا الله ولا رسوله سايق باص. شلون تصير؟ ومشكلة يلحقون الدوريات وليس أنا منتهي، ما تجدد إلا 2005 جزاه الله خير شيخ أوراد، هي جددته. ليش يعني شو موكب أمير هذه المعوقات اللي تصير معه؟ ليش هذا؟ شنو تبون يسوي أكثر من بذل روحه على الشيخ جابر الله يرحمه؟ شنو تبون يعني؟ شنو تبي يذبح نفسه عشان يتجنس؟ هذا اللي تبونه يعني؟ بس تفاعل بالخير يا بعض. أشوف أنا متفاعل بالخير آل الصباح وأبو ناصر الله يحفظ لنا ويخلي تاج راسنا. محزن ان تشوف شباب يعني مثل الورد ما شاء الله عليهم، حتى باشكالهم السماحه قاعد يشوفون يسترجعون تاريخ ابوهم، تاريخ مشرف، تاريخ رجل بطل. للاسف يعني الجنسيه صارت لا حلم. عندكم مناشده، عندكم كلمه، عندكم شيء تبي تقولونه؟ والله طال عمرك انا بالنسبه تدري ان زوجتي كويتيه زين، وعيالي ما دام حصلت على جنسيه فيا ليت الشيخ جابر مبارك جزاه الله خير ابو الطيب والكرم يستثنيهم يدخلهم الجيش، لانهم هذا محمد عنده اربع عيال وواحد جاي بالطريق، عبد الوهاب عنده ثنتين وجاي بالطريق، تدري محمد ولا يشتغل محل حلويات جزاه الله خير، جار مطوع وعنده شغله 150 دينار والله ما تكفي حق باجي حفظه زين، والمشكلة الله سبحانه وتعالى. عبد الوهاب يشتغل بلجنة خيرية بعد، يعني اشتكي الى الله سبحانه وتعالى، فجزاه الله خير ابو الشيخ جابر المبارك ابو فهد انه يستثنيهم، وامهم كويتية ويدخلون الجيش ان شاء الله، اخر شيء يشيلون الحمل، لاني انا والله انا ما ابي من هالدنيا شيء، والله ما ابي من هالدنيا شيء. وقبل شوي والله يوم اشوف الكاميرا اقول من داخلي يا ليتني معاهم وارتحت، واخر شيء ريحت عيالي، لان انا واحد انا ما ابي من هالدنيا شيء، انا عمري الحين 55 سنة. العمر بيد الله، وأشوف المقبرة كل يوم بالخمسين بالخمسة وخمسين توفون، وأنا الله أعلم العمر بيد الله، فأنا بعيالي يرتاحون، ما عندي شيء، وأنا عيشتي على الله سبحانه وتعالى ما عندي مشكلة، يعني بس شن ما عندي مشكلة إلا الله ثم العيال. والله دائما يا أستاذ سعود أنا مرات أسافر وعندي بنت ولدي محمد ما شاء الله عليها عمرها 7 سنين، تقول جيراننا كويتيين وسعوديين يسافرون، تقول جدوه ليش إحنا ما نسافر كل جيراننا؟ إحنا إيش فينا؟ مو إنسان إحنا؟ شو اقول لها بالله عليك؟ عيالي دائما يسالوني يقول يبا انت ليش احنا ما تجنست؟ في ام عليك شيء ليش ما تجنست؟ والله ما اقدر اجاوب، شو اقول لها؟ لاني انا عارف ما عندي شيء، بس ام والله ما شوف يعني اكره معالي الواحد اذا فتح لي الموضوع، دائما مثلا اروح عرس اروح مناسبه، انت احمد اللي مع الموكب اقول لهم ليش ما تجنست؟ شو اقول؟
قلت والله ما لقصت، وانا صاير ما لقصت، لا حول ولا قوه، فلان وفلان تجنس، قلت لا اعترض على حكم الله، لان الله سبحانه وتعالى هو اعطاها، انا ما اعترض على حكم الله، والله يرزقك اي انسان، انا قدري هالشكل، لا حول ولا قوه الا بالله. فيا طول العمر انا ما ابي غير ان هالعيال الله يسهل امره، وانا حتى انا جنسيه ما ابي، انا جنسيه ما ابي، ولا ابي معاش، ولا ابي هالعيال، هل محمد والله يعني يصعب علي، عويله دائما يجون يعني اربع عيال وجايب الطريق، وعبد الوهاب عنده ثنتين، وترج ترى هذه ديوانيه مسويها بالشارع، بالشارع العام، جزاهم الله خير الاسكان ساكنين عندنا، والله مسوي حمام تكرمون وكرم من يسمع والمشاهدين، حمام بالشارع وغرفه بالشارع، وديوانيتنا اعطيتها واحد من عياله ضف على غرفته، يعني بالله عليك واحد عنده اربع عيال بغرفه واحده وشباب، هل يرضى يا جماعه؟ غرفه واحده هذا محمد مطوع هذا، غرفه واحده وعياله قاعد. زين؟ يعني لا حول ولا قوة، والثاني مرات جدتهم حتى انا بالديوان، معظم المرات انا بالديوان، جدتهم توهم عندهم، عسى سبحان الله يجيب على الشباب. يعني لا حول ولا قوة الا بالله، ما اشكال الى الله سبحانه وتعالى، عسى الله ان شاء الله يهدي معازيبنا ان شاء الله ولا يقصروا. انا عفوا انا ذكرت على الاعضاء، انا عضو جيته مره كان عندي جواز مسحوب، فكلمته قلت له يا اخي ابيك تشوف لي موضوع الجواز، تدري ايش قال لي؟ قال لي روح لمرشحك. قلت له انا ما عندي مرشح، انا من يرشحني؟ انا ما عندي، انا رجال لا حول ولا قوه الا بالله، ما عندي احد. زين؟ ما عندي احد اتخب عشان ابيك لله سبحانه وتعالى بروح الحج. قال له اذا عندك عضو دائرتك، قلت له انا ساكن صليبيه. زين؟ دائرتي ما هي ما هي صوت. قبل لا عفوا قبل لا يصير المرض تصوف. منو النائب؟ ما الله يذكره يذكره بالخير، ما يذكر اسمه. فلا حول. الشيخ اوراد جزاه الله خير اول قالت لنا ليش ما حد طالب لكم؟ ليش ما رحتوا؟ قلت يا استاذ يا ابو مبارك من نطالب؟ لمن نكلم؟ احنا ناس فقراء، شكوانا الى الله سبحانه وتعالى، شكوانا الى الله، ما حد ما ورانا اصوات ولا ورانا فلوس نعطي ولا عندنا شيء. زين؟ لا عندنا فلوس ولا عندنا ورانا نفوذ او ورانا مصلحه، ما حد يركض. لكن الله سبحانه وتعالى عسى ميزان حسناتكم يسكب وعسى الله يجزيكم خير، والله ايش ما اتكلم، شو ما اقول، اشكركم شكر قريب حقكم، لانكم جزاكم الله خير، نورتوا الحقيقه، نورتوا الناس، شفت الشعب الكويتي ان احنا ترى نحن سوينا واجب، ونظل وحتى ما تجنسنا نظل نحب الكويت ولا الكويت، احنا وعيالنا، والله ما نكره الكويت ولا نرضى على الكويت احد يتكلم عليها، علم بان شفت عينك اللي صار.